أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال ياسين أكتاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من الوارد أن يتكرر سيناريو السيطرة على مدينة عفرين في إدلب، مشيرا إلى أن بلاده لن تصبر إلى ما لا نهاية على ما يحدث في المحافظة، وإنه لا يمكن لأنقرة أن تحافظ على إدلب في ظل وجود هيئة تحرير الشام. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. ترفع أنقرة من حدة تصريحاتها تجاه هيئة تحرير الشام في إدلب، وتؤكد هذه المرة على لسان مستشار الرئيس التركي ياسين أكتاي أنها لن تسكت على الوضع الموجود في المحافظة، متواعدا بشن عمليات عسكرية في المنطقة على غرار عمليات غصن الزيتون في عفرين في حال لم تقم الهيئة بحل نفسها، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن تركيا لا يمكن لها الحفاظ على إدلب في ظل وجود تحرير الشام داخلها. تصريحات المسؤول التركي تتوافق مع ما نقله القيادي في الجيش الوطني مصطفى سجري، وذلك ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر تركية وصفتها بالمطلعة أن قادة الدول الثلاث اتفقوا في أنقرة على محاربة التنظيمات الراديكالية في منطقة خفض التصعيد بإدلب ومحيطها، وأن عناصر الهيئة سيكونون أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الالتحاق بفصائل المعارضة أو سيتم التعامل معهم عسكريا. كما أن قمة أنقرة بحسب المصادر حملت توافقا تركيا روسيا على حل حكومة الإنقاذ الذراع الخدمية لهيئة تحرير الشام ونقل جميع المسؤوليات الإدارية والعسكرية إلى الحكومة المؤقتة بإشراف تركي على غرار ما يجري في شمال حلب، وهو اتفاق يضمن فتح الطرق الدولية وضمان أمن قاعدة حميميم الروسية. وعلى الرغم من لهجة أنقرة المتشددة والتسريبات التي خرجت عن القمة، فإن الوضع الميداني على الأرض لم يتغير، إذ يصر مقربون من الهيئة أن مصيرها غير خاضع في الوقت الحالي لأي مساومات، وأن ما يجري من تسريبات وتصريحات لا تعدو كونها ظواهر إعلامية. إذن لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا معي منذ بداية سوريا اليوم الأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة، ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول الكاتب والصحفي منهل باريش. أرحب بكما وأبدأ معك سيد باريش. يعني حتى تصريحات أكتاي التي شاهدناها في التقرير يبدو أنها لا تزال تطرح الاحتمالات بما يخص إدلب، هل الاتفاق الذي حدث في أنقرة حدد بالفعل مصير المحافظة؟ يعني اولا دعيني اشير انه لم يحصل اتفاق جديد في في انقره، هناك فقط اصرار روسي على عمليه توسيع المنطقه منزوات السلاح، واعتقد يعني كل ما اشيع من من مسؤولين في المعارضه السياسيه او العسكريه يعني هو مجرد اوهام ربما، ودعيني يعني ان اكون صريحا بعض الشيء. أما فيما يتعلق تعتقد المتعلق بفصائل المعارضة ما يمكن أن يكون مصيرها، وأيضا ما يتعلق بسيطرة الحكومة المؤقتة على المنطقة أليس كذلك؟ لا يعني أكثر من ذلك، يعني واضح أن الأمور يعني تسير باتجاه عملية قضم ثانية أو يعني أخرى جديدة في منطقة إدلب. واضح أن هناك يعني استعجال روسي، وأعتقد يعني ما سرب من الاجتماعات من المسؤولين الملف الأتراك مسؤولين الملف السوري مع قادة الفصائل، سواء في الاجتماع الذي حصل في مدينة الريحانية في 5 أيلول من هذا الشهر، أو في الاجتماع الذي حصل يوم الثلاثاء في أنقرة، أنه تركيا نفسها يعني هي الآن أمام مأزق. أعتقد أنه تأخرت كثيرا الآن عملية التهديد يعني بسيناريو مشابه لما حصل بعفرين. يعني اعتقد انه يتحدث السيد ياسين أكتاي عن عمليه عسكريه، وهذا واضح انه يعني صعب كثيرا، ولا اعتقد انه ما الذي يجعله صعبا سيد باريش؟ يعني ما الذي قد يمنع تركيا اليوم من التدخل اذا كان هناك حدود جغرافيه متفق عليها بينها وبين الروس؟ ليس هناك يعني حدود جغرافيه متفق عليها، ولو كانت يعني اساسا تركيا جاده يعني بقتال جبهه النصره، على الاقل كانت يعني دعمت فصائل الجيش الحر التي يعني استأصلتها جبهه النصره وشقيقاتها بيوم من الايام، يعني عندما كانت حركه احرار الشام الاسلاميه اكثر تطرفا شنت هجوما على جبهه سوار سوريا وجو جبهه حق وألوية الأنصار وحركة حزب. هذا السيناريو لا يزال مطروحا؟
سيناريو أن تقوم بدعم الفصائل من أجل مواجهة الهيئة الآن؟ الفصائل غير قادرة يعني أساسا أن تقوم يعني بعملية قتال النصرة إلا تتدخل الجيش يعني الجيش التركي والقوات التركية بشكل مباشر. لا الجبهة الوطنية قادرة على قتال النصرة ولا يعني الجيش الوطني. يعني شاهدنا ما حصل عندما منع الجولاني فصائل الجيش الوطني من الدخول ومؤازرة خان شيخون. لم يعني يبادروا إلى حرب وإنما خرجوا يعني يحملون الجولاني وهيئة تحرير الشام مسؤولية يعني سقوط خان شيخون. طيب. سأعود إليك سيد باريش. دكتور، هل موضوع هيئة تحرير الشام بالفعل قد أصبح ربما خارج السيطرة التركية؟ لا أظن، وإلا لما كما سمعنا أنا وأنت أوكتاي ياسين أوكتاي يتحدث بهذا الشكل. يعني منذ البداية المشكلة الأساسية في موضوع إدلب كانت النصرة وإخراج هذه المجموعات من المشهد في المنطقة بشكل أو بآخر، إما أن تحل نفسها تغادر المنطقة وإما أن ستكون أمام عملية عسكرية. الآن في سيناريوهين في موضوع إدلب. السيناريو الأول أنه أن تكون إدلب جزء من المنطقة الآمنة، جزء من المنطقة الآمنة التي تتحدث عنها. عندما تتحدث أنقرة عن منطقة آمنة في شرق الفرات تصل إلى الرقة ودير الزور في العمق، في عمق شرق سوريا، فأظن هي تتحدث عن شريط حدودي كامل واسع. هذا ما تقصده ربما أنقرة الآن، سيناريو أول. سيناريو ثاني أن يكون هناك احتمال وبالتالي تدخل هي بقوات تركية. هذا السيناريو، هذا احتمال. احتمال ثاني أنه في دعم ثلاثي يعني تركي روسي إيراني تم الاتفاق عليه في موضوع إدلب. إذا رفضت النصرة وأصرت على البقاء والتحدي والتصعيد بهذا الشكل سيكون هناك عملية عسكرية ربما بالتنسيق مع روسيا مباشرة. دور النظام، موقع النظام في هذه العملية كيف سيكون، هذا مرتبط بمسألة المنطقة الآمنة. يعني هي هذه نقطة مهمة أود العودة إليها، لكن قبل ذلك تركيا كانت قادرة ربما على استخدام أي من هذه السيناريوهات قبل أن تصل الأمور في إدلب إلى هذا القدر. ولم تفعل ذلك، ولم خطأ استراتيجي هذا. مهم، هذا انتقدناه دائما نحن في السنوات، يعني منذ العام 2012 مثلا كان عندها أكثر من فرصة أنقرة لتسرع يعني خطتها في التعامل مع الملف السوري، لكنها تردد لأكثر من سبب. يعني الآن لا أريد أن أدخل في كل هذه التفاصيل، أتفق معك. ما يجري الآن هو محاولات لملمات ما تبعثر في هذا الملف، ليس فقط تركيا بل روسيا ربما وإيرانيا أيضا. لذلك موضوع إدلب الآن أظن أيضا نوقش تحت سقف القمة الثلاثية، وأظن أحد هذين السيناريوهين هو الذي سيتقدم على الأرض. نعم. طيب سيد باريش، يعني السيناريو الذي طرحه الدكتور والمتعلق بأن تكون عملية عسكرية مشتركة بين الأتراك والروس في المنطقة وربما هو الأقرب لما تحدثت عنه، كيف يمكن أن نرى شكل المنطقة إذا ما حدث ذلك بالفعل؟ يعني إذا دخلت بالفعل قوات روسية مع القوات التركية. نعم، وهذا يعني اعتقد انه هو يعني سيناريو مطروح، لكنه يعني هو سيناريو معقد للغايه. واعتقد انه الروس انفسهم في استانا 11 و12 قد طرحوه على وفد المعارضه، لكن وفد المعارضه الى استانا رفضوا. يعني قوة يعني بالنهايه روسيا دوله احتلال، ولا يمكن يعني بطبيعه الحال يعني ان تقاتل الفصائل المعارضه جبهه النصره يعني تحت الطيران الروسي. هذا يعني موضوع معقد للغايه، دلالته تشير الى انه يعني عمليا سيصار الى تقاسم منطقه ادلب. وتعقيبا على ما تفضل فيه يعني الدكتور سمير، اعتقد حديث الرئيس رجب طيب اردوغان يعني منذ نحو اسبوع عقب القمه تحدث عن منطقه امنه يعني بعمق 30 ل 40 كيلومتر داخل ادلب. واعتقد ربما يعني اهمل هذا التصريح بشكل او باخر، لكن اعتقد انه يعني تركيا تتحسب الى انه الامور يعني ستسير باتجاه الأسوأ، وهمها الآن يعني الحفاظ على شريطها الحدودي. يعني تريد بكل الأحوال نحن هنا نتحدث عن عملية عسكرية دموية، نحن نتحدث عن فصيل ليس صغيرا، عن فصيل يسيطر على مساحات واسعة، ويعني هو متجذر بحيث أنه يملك حكومة حتى في المنطقة. وتركيا المخاوف الأساسية لديها كانت تتعلق بالانفجار البشري في إدلب. هل يمكن أن تلجأ تركيا إلى حلول من هذا النوع وتغامر بإمكانية دخول ملايين النازحين إليها؟
يعني أنا لا أعتقد أساساً أنه النازحين السوريين سيتوجهون إلى تركيا. تركيا حدودها مغلقة، هناك كريدور يسمح للنفاذ إلى عفرين ومن ثم منطقة درع الفرات، هذا أولاً. ودعيني أشير إلى أنه أيضاً يعني الرئيس أردوغان أشار في المؤتمر الصحفي عقب القمة الثلاثية في أنقرة إلى أنه يعني دعا المجتمع الدولي إلى مساعدته في بناء مساكن لمليون نازح أو لاجئ سوري. وأعتقد يعني من هنا يفهم أين سيذهب النازحون السوريون في حال شنت روسيا وإيران عملية عسكرية لا خوف. يعني أعتقد هو ما تتحدث به تركيا والقيادة التركية باتجاه يعني فتح الحدود وأنها لا تتحمل الأعباء، وأنه يعني سيتدفق اللاجئين إلى أوروبا وأمريكا، هذا يعني هو يعني نوع من أنواع الابتزاز السياسي. هناك ضغوط كبيرة على 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 تركيا، ويعني تريد الاستثمار في ذلك بطبيعة الحال. هذا طرح جديد بكل الأحوال. سيد منهل، أعود إليك دكتور، يعني طرحت سيناريوهين ممكنين اليوم بالنسبة لهيئة تحرير الشام، لكنك لم تطرح السيناريو الذي يتعلق بإمكانيات حل الهيئة دون حرب. هل استنفذت تركيا هذه الإمكانيات؟ لا طبعا، أنا أشرت إلى هذه المادة، ولذلك قلت لك أنه هذا مرتبط بما الذي استفعله هذه المجموعات على الأرض. حتى الآن ما زالت ماضية وراء أنه ترفض الطرح التركي، وهذا ما يبدو. في ضغوطات من الداخل حتى من إدلب على هذه المجموعات أيضا، نعرف ذلك، وهي تعرف تماما أنه التفاهمات الجديدة التركية الروسية، ضغط الداخل يعني من الفصائل العاملة في إدلب. نعم، أقصد الفصائل، أقصد الشارع السوري في إدلب. نعم. لكن في جميع الأحوال يعني نعرف أنه في نهاية الأمر أنه موضوع النصرة سينتهي وسيكون له ارتداداته على أنقرة، هذه مسألة نعرفها تماما. يعني سيكون هناك ثمن تدفعه أنقرة في موضوع حتى لو في موضوع حلت الهيئة أو تم الانتهاء. نعم، لكن هذا الثمن برأيي أيضا نوقش في إطار تفاهمات جديدة، أنه عند إنهاء موضوع النصرة ما الذي سيحدث على الأرض في إدلب وكيف ستتقدم الأمور. لذلك أنا قلت يعني الأثمان التي ستدفع من أي ناحية؟ هل نتحدث هنا عن موضوع اللاجئين، نتحدث عن أثمان سياسية متعلقة يعني بملفات طبعا أخرى. لذلك أنت سألتي قبل قليل أنه هل أنقرة قادرة على تحمل هذا العبء الجديد في خطورة من هذا النوع في موضوع اللجوء؟ ستكون مرة ربما هذا العبء، ولكن سيحمل معه تفاهمات جديدة. لذلك سمعنا في القمة الثلاثية الأخيرة أكثر من تكرار لعبارة الحل السياسي في سوريا والانطلاقة الجديدة، موضوع الدستور الجديد وغير ذلك من المسائل. موضوع يعني النصرة ما بعد النصرة، صحيح، موضوع اللاجئين في هذا السياق موضوع معقد، لأن احتمالات عودة النظام إذا حدثت عملية مشتركة هي احتمالات أكبر أن يعود إلى إدارة المنطقة، كيف يمكن إعادة هذه من المسائل سينزح جراء هذه العملية؟ هذه المسائل نوقشت في القمة الثلاثية، وإذا كان خيار معركة في إدلب بتنسيق التركي الروسي ضد مجموعات النصرة، فالتفاهمات أيضا ستكون جزء من اتفاقية أضنة. اتفاقية أضنة ستتفعل في الشرق وفي الغرب. نقطة أخيرة أعود بها للسيد منهل وبثواني لو سمحت، هل ترضى روسيا بأن يتم تضمين عناصر هيئة تحرير الشام في فصائل أخرى؟ يعني أن يستمر وجودهم لكن تحت أمرة فصائل أخرى؟ يعني ربما، لكن هناك يعني مسألة المقاتلين الأجانب، هذه مسألة معقدة يعني، وأعتقد أن هي واحدة من المشاكل وتحتاج آليات، ويعني كما نرى ما حصل في منطقة شرق الفرات. ترامب يهدد دول العالم بأنه يعني سيحمل المقاتلين داعش ويرميهم على حدود بلدانهم. لا يعني ربما يقدر عدد المقاتلين الأجانب العرب بحدود الألفين مقاتل ضمن هيئة تحرير الشام، عدا حراس الدين وعدا يعني مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني. فهناك أزمة يعني، ربما بما يتعلق المقاتلين العرب يمكن استيعاب، المقاتلين السوريين يمكن استيعابهم، يمكن أن يبقى ذلك حلا واردا بالنسبة للروس. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والصحفي منهل باريش، ضيفي من اسطنبول عبر الأقمار الصناعية، وشكر أيضا موصول لأستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالح، ضيفي في الاستوديو. مشاهدينا شكر لكم أيضا على طيب المتابعة. تفاصيل أوفى على موقعنا سيريا دوت تي في. إلى اللقاء، يعطيك ألف عافية.